قالت الصحيفة العرب الجديد إن الأسواق المحلية في عدن ومدن يمنية أخرى تشهد ارتفاعات قياسية متواصلة في أسعار الصيد وسط أزمة حادة متفاقمة استدعت اهتماما رئيسيا لبحث ما يجري في قطاع الأسماك وسبل تخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين. يقول مواطنون في تصريحاتهم للصحيفة إن حركة الأسعار في أسواق الأسماك تتغير يومياً، الأمر الذي أدى إلى ضعف قدرتهم على شراء السمك الذي يعتبر الوجبة الرئيسية في المناطق الساحلية. بحسب الصحيفة فإن هناك العديد من التحديات في عملية الاصطياد البحري بسبب ارتفاع أسعار الوقود والتجريف الذي تشهده مناطق الصيد في خليج عدن والسواحل الممتدة إلى البحر العربي في حضرموت. كما أشارت صحيفة العرب الجديد إلى أن الصيادين يشكون من استمرار الاعتداءات التي يتعرضون لها في عرض البحر وخصوصا في السواحل الشمالية الغربية من البلاد الواقعة على البحر الأحمر، تشمل اختطاف بعضهم واحتجازهم ومصادرة قواربهم دون أن تقوم السلطات المعنية بأي تحرك لحمايتها.